عليكم. اليوم رانا في بلدية عين عبيد بولاية قسنطينة، على الطريق الرابط بين مدينة قالمة ومدينة قسنطينة، والآن دخلنا في ولاية قسنطينة ورانا على مستوى بلدية عين عبيد. ولاحظ أن الطريق هنا في هذه يعني المكان هذا راه مزدوج، الأشغال انتهت به. مرينا في من قبل ما نوصلوا لهنا في واد زناتي في الطريق، يعني بصفة عامة لقينا باللي كاين أماكن غير الأشغال غير المزدوجة، يعني كانت الأشغال حابسة، ولقينا أماكن أخرى لقينا الأشغال تمشي ماشية، وكذلك لقينا أماكن وين كانت الطريق مخدومة، خاصة عند المخرج تاع مدينة قالمة الطريق كانت مخدومة، كانت مزدوجة. الآن رانا عند المدخل تاع مدينة قسنطينة، نشوف أنه الطريق راه مزدوج، حاجة مليحة. إذن رانا رايحين مباشرة باتجاه قسنطينة، وسوف نمر بدون شك سوف نمر على بلدية الخروب. ممكن ندخل للمدينة تاع الخروب نشوف واش نقدر ناخذ كمواضيع يعني مهمة بالنسبة للبلدية تاع الخروب، ونشوف واش نقدر نصور، واش نقدر لكن فيه أمور تحتاج التصوير. إذن هنا رانا في بلدية عين العبيد ورانا باتجاه بلدية الخروب ثم قسنطينة. نشوف مسجد رائع، هندسة جميلة على اليمين. استغفر الله. إذن الطريق هذا أظن على حسب ما راني نشوف، على حسب ما راني فاهم، الطريق هذا راح يكون مزدوج الى حدود الخروب قسنطينة، لانه هنا قريب من رانا بدينا نقربوا لمدينة قسنطينة. اذا ان شاء الله يكون الطريق هذا مزدوج، بقات له مسألة لا سينياليزاسيون هوريزونتال، الاشارات الافقية لازم يعاودوها، مخدومة بصح ما عادش تبان. على كل حال طريق مليح، يبان جديد، وطابي هايل، وحنا رانا مستمرين في الرحلة تاعنا بإذن الله إلى الجزائر العاصمة، مرورا ب إذا الخروب قسنطينة، ثم ناخذ طريق السيار الشرق غرب باتجاه مدينة قسنطينة باتجاه مدينة الجزائر العاصمة. خليكم تابعوا الرحلة، والسلام عليكم. بين بلدية عين العبيد والخروب باتجاه الخروب، على كل حال الخروب راهي على بعد 23 كيلومتر، وقسنطينة راهي على بعد 35 كيلومتر. إن شاء الله الطريق هذه كلها مزدوجة.
يعني نقدر نقول باللي في الطريقة اللي يربط كالما بقسنطينة يعني ككل فيه 100 كيلومتر، وفيه حوالي 50 كيلومتر مزدوجة، و50 كيلومتر راهي قيد الإشغال. يعني خلاصة تاع القول أن الطريق هذا 50 كيلومتر، كاين 30 كيلومتر عند مدخل مدينة قسنطينة مخدومة، و10 كيلومترات عند مخرج مدينة قالما، أو قولوا 35 كيلومتر عند مدخل مدينة قسنطينة مخدومة، وكاين 15 كيلومتر عند مخرج مدينة قالما مخدومة، والباقي كله يعني 50% الأخرى راهي يا إما قيد الأشغال، يا إما الأشغال متوقفة، يا إما الأشغال مازال ما بداتش. لكن المشروع بصفة عامة راه مبرمج على كل حال، بيجي تاعو راه خرج لوتوريزاسيون بروغرام، خرجت الميزانية، خرجت التصميم تاعو مخدوم، كل شيء راه في الطريق. إذا إن شاء الله من الأشهر القليلة القادمة يتم الانتهاء من هذا الطريق، والعقوبة للطرق الأخرى في الولايات الأخرى. إذن هذه هي، خليكم تتابعوا الرحلة إلى مدينة الخروب في هذا الطريق الرائع مزدوج ما شاء الله شباب، في وسط طبيعي منقطع النظير، ومشاهدة طيبة، والسلام عليكم. بهذا القدر، والسلام عليكم.